يعطيكم الصحة والعافية، معكم أحمد بعريكي. هذا سألني سبعة، قلت له أطول عليكم قبل أن أوصل حق أرقام خرافية من ناحية الأسئلة. جاوب على أسئلتكم كلها إن شاء الله بهالفيديو. السلام عليكم ورحمه الله. سالني سبعه بس قبل ما نبلش، انا عجبتني سالفه اخر مره اني قاعد اعطيكم مثل ابديتات ايش قاعد يصير قبل اتكلم عن الاسئله والاجوبه وما اعرف ايش. ابديت الحين شنو قاعد يصير. اوريدي انا قلت لكم ان في فيديوهات راح اسوي لكم اياها وشغال عليهم الصراحه. في فيديو ان شاء الله راح انزل عقب هالفيديو راح اتكلم عن شنو يوتيوب، ما يوتيوب وما اعرف ايش. شغلات مهمه شرس، جدا مهم انكم تتابعونا لان لازم تعرفون المآسي اللي قاعد يمرون فيها يوتيوبرز عامة، مو بس يوتيوبرز العرب، بس ضروري تشوفون فيديو جاي. فان شاء الله راح انزل لكم اياه، يمكن حتى تشوفون نفس الفانيلا، ما راح ابدل نفس الفانيلا. المهم فان شاء الله راح انزل لكم اياه عقب الفيديو. وشغله ثانيه هي ال جي جي 4 ان شاء الله راح يوصلني خلال يعني اقل من اسبوع ان شاء الله، راح يكون عندي تليفون وراح ارجع لكم اياه. الهواوي اس ان بي 8 استخدمته ويعني تم الاستخدام خلاص، ما بقى الا بس اني انا اصور لكم مراجعه، وان شاء الله راح اسوي لكم اياها خلال هاليومين وانزل لكم الفيديو قبل الويكند ان شاء الله باذن الله. والحين قاعد ارد استخدم مره ثانيه النكسس على الاندرويد ام، تكلمت عنها شغله بالجوجل ايو حلقه. انا بالنهايه يعني انا قاعد احاول اشد حيلي حقكم انتم، فما بيعطيكم شيء انتم ما تبونه. خوش يلا الحين نتكلم عن اسالني سبعه ونشوف الاسئله مع بعض. ايوه احلى لون حق جالكسي اس 6 ادج اخوي، مساله ذوق. خذ الاخضر وايد حلو. في واحد قاعد يسالني ليش الايفون مواصفاته مو نفس مواصفات تليفونات الجديده بس لا يعلق ولا ما اعرف ايش. وايد تكلمت بهالموضوع، شوف الفيديو المقارنه ما بين السامسونج جالكسي اس 6 والايفون 6، او شوف الفيديو اللي تكلمت عنه مع نواف سويد عن اعتاد الصلب، او حتى نظام تشغيلي لما اول فيديو طلعت ويا نواف. وايد تكلمنا عن هالموضوع هذا، بس اتكلم الحين فيه بشكل مختصر جدا. التناسق ما بين الاعتاد الصلب اللي تسويه شركه ابل مع النظام التشغيلي هي متمكنه فيه وهي تغير فيه مثل ما تبي، فعشان كذي تلقى التوالم ما بين النظام التشغيلي مع الاعتاد الصلب مال الجهاز يكون وايد افضل من الاجهزه اللي ما تكون شغاله من شركه واحده. فهذا بحد ذاته راح يعدل العمليه مالت الجهاز انه يشتغل بشكل وايد افضل من التليفونات اللي ما تكون هي مصنوعه مع الاعتاد الصلب مع النظام التشغيلي من شركة واحدة. فعشان كذي انت عندها ابل مثل ادفانتج من هالناحية ان هي قاعد تصنع النظام التشغيلي وهي لنفس الشيء قاعد تصنع اعتاد الصلب مال الجهاز. فهذا باختصار شديد، لان الارقام اللي انت تحتاجها حق اندرويد مو نفس الارقام اللي انت قاعد تحتاجها حق شركة ابل، علشان انت تخلي تليفونات ايفون تشتغل بالطريقة اللي انت تشوف تليفونات اندرويد تشتغل عليها. في واحد سألني شنو هي احسن ثلاث جوالات من ناحية البطارية. اوكي، اقوى بطاريه استخدمتها على اي تليفون على الاطلاق للاسف مو تليفون من هالجيل، هو نوكيا اي 52 او نوكيا اي 55، نوكيا اي 52 او نوكيا اي 55. تليفون كان جبار من ناحيه البطاريه، والله العظيم كان يقعد وياه 3 4 ايام ما لازم اشحنه. بطاريته كانت بي ال 4 يو اذا ماني غلطان او بي 4 ال، كانت 1500 ملي امبير، بس على تليفون ما كان يحتاج 1500 ملي امبير، فالبطاريه كانت تقعد مده طويله، حجم الشاشه كانت صغير. فالتليفون كان جدا ممتاز من ناحيه البطاريه، 2360 ب 240 على حجم شاشه 2.4 بوصه، شيء ممتاز. فتخيل كنت حاطه 1500 ملي امبير حق تليفون مثل هذا، فكان جدا ممتاز الصراحه. من ناحيه بطاريات التليفونات الموجوده حاليا، واحده من احسن البطاريات اللي استخدمتها صراحه على التليفونات هي بطاريه الون بلس. تليفون ون بلس 1 كان جدا ممتاز من ناحيه البطاريه، الاستهلاك ماله كان جدا زين، والاوبتمايزيشن اللي سووه ساينا جمات كان جدا زين. اوكسجين او اس هم كان زين، بس ساينا جمات صراحه كان وايد احسن من ناحيه المحافظه على اداء التليفون مع الاستهلاك مال البطاريه. من ناحيه التليفونات الموجوده حاليا بالسوق، شنو احسن تليفون عليه من ناحيه البطاريه؟ ايفون 6 بلس والجالكسي نوت 4، اثنيناتهم بطارياتهم جدا ممتازه. طبعا عندك النكسس 6 والموتورولا درويد تيربو، هذول هم من احسن البطاريات الموجوده. هواوي اس ان ميت 7 بطاريته هم زينه، وصراحه الهواوي بي 8 بطاريته جدا ممتازه، توني راجعت التليفون، جدا جدا ممتازه البطاريه مالته. في ناس قاعد تسالني اذا هم شروا تليفونات مثل النكسس 6 من امازون او غيره من مواقع وانكسرت الشاشه شلون تقدر تصلحها؟ ما تقدر تصلحها انت بالكويت الا اذا بتدفع فلوس، اذا في لها قطع غيار اصلا. انت ما ظنيت راح تلقى ورشه بالكويت راح تستقبل منك النكسس 6 عشان تصلح شاشه تليفونك، ف
ما اقدر اساعدك من هالناحيه، لان هو الشيء لطالما ما عليك كفاله فانت قاعد تاخذ بالريسك مالك، فما تدري شنو ممكن يصير، قدر الله ما شاء فعل. في ناس وايد قاعد تسالني ايش رايك بسوني اكسبيريا زي 3 بلس؟ الله يهداكم يا سوني، ايش قاعد تسوون؟ ايش قاعد تسوون؟ خذوا سوني اكسبيريا زي 3، حطوا له مقاومه الماي مالت الام 4 اكوا، هذه شغله حلوه نكون صريحين. نفس الشاشه ما زدتوا ريزولوشن مالها، الاعتاد الصلب حطيته سناب دراجون 810 اللي ممكن نقدر نقول انه اكثر معالج عليه مشاكل حاليا بالسوق، وخليته الرام نفس الشيء 3 جيجا بايت، خليته نفس الكاميرا 20.7 ميجا بكسل، زدتوا لنا لون ما ادري لونين. والله صراحه اذا ما ياني تليفون ببلاش متحسف حتى ادفع لي فلوس عشان اراجع، حرام يعني. ناطرين جديد سوني وللحين ما شفنا جديد سوني، لان سوني اكسبيريا زي 3 بلس مو جديد سوني نهائيا، مو جديد سوني. اوكي، واحد سألني قال لي شنو رايك من ناحيه مستقبل البطاريات، وانه يعني الصين قاعد يحاولون يشتغلون ان يخلون البطاريه تكون كثافتها اكثر من ناحيه الاستخدام، مو شرط ملي امبيرات تكون اكثر من ناحيه الرقم. تكلمت عن هالشيء بالفيديو مال البطاريات، ان احنا نتمنى نشوف التطوير يصير بالاجهزه الذكيه من ناحيه البطاريات، مثل ما شفنا التطوير اللي قاعد يصير من الكاميرا، من المعالج، من الشاشه، كل شيء تطور وصار احسن ب 200 و300 و400 و500%. ما عدا البطاريات، البطاريات مثل ما هي. تليفوني حاليا 3220 ملي امبير، تليفون توني تحكيت عنه من قبل كم سنه 1500 ملي امبير، لو نلاحظ كم مره تغير، كم مره صار الكباسيتي مالته دبل، والتليفون شاشته هنا 6 بوصه وهناك 2.4 بوصه، مو كافي، جدا مو كافي. والتطوير اللي قاعد يسوونه من ناحيه البطاريات ما اقول انه بطيء، لان اتوقع التقنيه موجوده بس السيطره عليها مو قاعد تصير بشكل مطلوب، فقاعد يشوون الاوبتمايزيشن من ناحيه المعالج والنظام التشغيلي. المفروض يفكرون من ناحيه شلون ان انت تخلي التليفون مثلا كل ما تحرك بالايد يشحن، او ان تخلي التليفون يشحن بطريقه مثل ما هم قاعد يسوون الحين الشحن السريع او الشحن اللاسلكي. ف من ناحيه شنو انا نظرتي للمستقبل، شنو التقنيات اللي ممكن يسوونها حق البطاريه، اتوقع راح تنحل هالمشكله لما يسوون شيء اسمه فلكسبل باتريز، او البطاريات اللي قابله للانحناء، لان الشاشات راح تنحني والتليفونات راح تصير منحنيه بالمستقبل، لازم يسوون بطاريات منحنيه. فعلشان هم يوصلون حق هالتقنيه هذه ان هم يسوون بطاريات منحنيه، اتوقع الايونز اللي راح يستخدمونها او الليثيوم او بوليمرز اللي قاعد يستخدمونها حق البطاريات كلها راح تتغير علشان تطابق الانحناء او المستقبل مال الانحناء مال الاجهزه عامه. فاتوقع بهذه بحد ذاتها هي إيه راح تصير بوست حق التقنيه الموجوده حق البطاريات بالمستقبل. في واحد قاعد يسالني ايش رايك بالاتش تي سي 1M9 بلس؟ الصراحه باط شبدي، شركه اتش تي سي باطت شبدي هالسنه. إذا هي كانت بتنزل تليفون نفس الـ HTC One M9 Plus، ليش نزلت الـ HTC One M9 أساساً؟ كبرت الشاشة خلتها 5.2 بدل الخمسة بوصة الموجودة على HTC One M9، خلت الريزولوشن مالها 2560 بـ 1440 بدل الفول HD 1920 بـ 1080 الموجودة على الـ One M9، كبرت البطارية وحطت بصمة، وخلت الدول كاميرا فانكشن نفس الموجود بالـ HTC One M8، بس خلت الكاميرا تكون 20 ميجا بيكسل بدل الثلاث 16 ميجا بيكسل الموجوده بالاتش تي سي 1M8i، واللي موجوده بالاتش تي سي 1M8 اللي هي ال 4 ميجا بيكسل او الالترا بيكسل. ايش قاعد تسوون اتش تي سي؟ ايش قاعد تسوون؟ لا مو هذه اتش تي سي اللي احنا كنا نطمح لها من ناحيه الاجهزه والاصدارات اللي كانت المفروض تسويها. اذا كنت ناويه تنزلين اتش تي سي 1M9 بلس، ليش نزلت اتش تي سي 1M9؟ ما له داعي هالحركات اتش تي سي. واحد سألني خوش سؤال وراح أجاوبك عليه، مع أنه ما حد سألني سؤال غيرك أنت. إيش رايك باتمان أركم نايت؟ اللعبة مالت باتمان الأركم سيريز، اللي ما يدري أنه في سيريز مالت أركم سيريز موجود على البلاي ستيشن، صار لها فترة قاعد تنزل على أجهزة البلاي ستيشن، وآخر واحدة الحين هي باتمان أركم نايت. لحين ما لعبتها وما يدرون، يمكن راح أخذ البلاي ستيشن مالت باتمان أركم نايت، بس ناطرها إن شاء الله متلهف عليها، بس أتوقع بتكون يعني ختامها مسك، بتكون قوية. في واحد قاعد يقول لي يا ريت لو تسوي مقارنة ما بين سوبر أموليد والآي بي إس، أوريدي سويتها في فيديو قاعد أتكلم عن شاشات مالت هواتف الذكية، راح تلقاه موجود في القناة عندي. خوش فيديو من أيام قبل لما كنت أسوي فيديوهات عن الشاشات الذكيه وما اعرف ايش. في واحد سالني خوش سؤال، قاعد يقول لما هو يحذف البرامج يلقى داخل الملفات او المجلدات
يلقى ان في ملف باسم البرنامج، هذا راح يكون فيه الباك اب مال البرنامج نفسه. لو كل واحد الحين يدخل حق فايل مانجر الموجود عنده بالتليفون، راح يلقى فيه ملف بالروت فولدر مال التليفون اسمه اندرويد. لما تدشون عليه راح تلقون فيه ملفات اساميها اسامي البرامج الموجوده عندك. كل تطبيق عندك بالاندرويد اذا انت كنت قاعد تسوي له مثلا سيف حق الاعدادات مالته او تخزن الاعدادات مالته، راح تلقى كاش ميموري مخزنه بهالفولدر هذا، وراح تلقى الاعدادات مالتك مخزنه بهالفولدر هذا. واذا انت تبي تقدر تسوي كوبي حق هالفولدر وتنقلها حق تليفون ثاني، راح تلقى الاعدادات مالتك مالوت البرامج كلها نفس الطريقه اللي انت خزنتها عليها بتليفون نفسه، فما يحتاج انك انت ترد تبرمج او تسوي الاعدادات اللي انت تبيها حق كل تطبيق انت كان عندك اساسا. فانت راح يتخزن عندك الاسم مال البرنامج عندك بالمجلد حتى لما تمسح، لان التخزينه مال البرنامج موجوده على التليفون مع انك انت مسحت التطبيق عن التليفون نهائيا. في واحد ثاني هم خوش سؤال قاعد يقول لي ان قلم السيرفس برو 3 اللي انا راجعته يشتغل القلم على تابلت ثانيه. لا اخوي كلش، اصلا القلم ما يشتغل على السيرفس برو 3. حتى لو انت تحاول تستخدم الستايلس كقلم او تستخدم القلم على شكل ستايلس بتابلت ثانيين ما راح يشتغل الا على السيرفس برو 3. في واحد يسالني شنو افضل سوار رياضي حق اللي قاعد يعني وايد يتابعون يشوفون السعرات الحراريه اللي هم قاعد ياخذونها. انا عن نفسي جربت الفيتبيت فورس وجربت الجابون. الجابون صراحه كان يعطيني قرايه وايد احسن من الفيتبيت. فاذا الحين الجابون موجوده اخذ الجابون، في الاب 24 وفي العاديه الجابون، اثنيناتهم هم زينين. بس اتوقع لو تنطر خلينا نشوف اللي مال اتش تي سي، خلينا نشوف شلون طريقتها اللي اعلنوا عنها بالام دبليو سي برشلونه. ف من أنا استخدامي الفيتبيت كانت ممتازة، والجابون كانت أحلى صراحة وأرقى وأحسن من ناحية القراءة، كانت وايد أفضل. بس خلينا نشوف اتش تي سي، لو ننطر هالسنة خلينا نشوف شنو بينزلونه أحسن. في واحد جزاه الله خير بدير عطاني نصيحة على المانيوال فوكس. الفيديو الأخير لما صورته أنا يعني هالفيديو الحين مانيوال فوكس، كات شوف نحن فوكس على وجهي. أنا قاعد استخدم مانيوال فوكس، عادة نستخدم مانيوال فوكس، والفيديو الأخير على بالي كان على مانيوال فوكس، ما انتبهت إنه كان على الأوتو فوكس. بس مشكور على النصيحة. سؤالك إن إذا استخدم الشاحن السريع على تليفونات ما تدعم شاحن سريع، هل هو راح يأثر؟ راح يأثر، بلى راح يأثر، راح تحس إن التليفون قاعد يسخن بسرعة، لأنه هو الحين النظام المعالج مو قاعد يدعم هالشغلة، وأنت قاعد تحط له الشارجر شاحن قاعد يعطي أمبيرات أكثر من هو راح يتحملها، أو فولتج أكثر من هو قاعد يتحمله، فراح يأثر. حطه على الشاحن العادي أفضل. وعندي بعد هم خالد المعطي جزاك الله خير، عقول تغنية مايندستك صراحة، من يوتيوبرز ان شاء الله والانستغرامرز والتكيز على قولتهم والتقنيين، قاعد يقول لي عن الويندوز بيلد. جزاك الله خير، اول شيء انك انت اعطيتني هيدز اب، قلت لي ان ويندوز بيلد الجديد نزل، سويت له تحديث ويندوز بيلد للحين هو كل ما يتطور صراحه قاعد يصير افضل، وطباعي عليه حق العموم لان اكيد انت استخدمته وعندك رايك في الموضوع. ان الحين احس انه اوكي صار الموضوع تقدر تستخدمه يوميا، لان قبل ذبحني، بالذات لما تضغط على الستارت بوتن اللي ردوه مال قبل، اي شيء انت حاطه بن عليه اذا كان شورت كت ما يشتغل، اذا كان تطبيق منه فيه يشتغل. كورتانا للحين ما تشتغل، النوتيفيكيشنز شير، مرات تشتغل مرات لا. من ناحيه اذا انت كنت شال انك انت تحط اي نوع من سكيورتي عشان لما يصير سليب حق الجهاز ويريد يشتغل، مرات يشتغل مرات للحين ما يشتغل. البراوزر الجديد مالهم بروجكت سبارتن للحين مو قاعد يشتغل بطريقه صحيحه، عندك وايد شغلات للحين تحتاج اوبتمايزيشن. البيلد مثل ما قلت لك قاعد احس انه يتحسن مع كل ما ينزل بيلد جديد، بس للحين خايف احطه صراحه على السيرفس مالي، حاطه الحين انا على كمبيوتري ثابت اللي استخدمه كميديا كونسبشن وايدي على قلبي. ما ودي ارده لان ما سويت لي ريكفري، فما ودي ارده حق ويندوز 8.1، قلت بخليه على البيلد لين ينزل رسمي ويندوز 10، بعدين اسحبه من شو اسمه تورنت او شغله واسوي له فلاش. بس جزاك الله خير انك اعطيتني هيدز اب حق البيلد الجديد. وهذا سألني سبعة، يعطيكم العافية. قاعد أخذ أنا بعين الاعتبار أنه ما بيخلي الفيديو يكون وايد طويل، لو بجاوب على وايد أسئلة راح يكون نفس سألني ثلاثة تقريبا مدتها ساعة، فإن شاء الله أكون كفيت ووفيت من ناحية الأجوبة. لا أحد يزعل مني إذا أنا ما جاوبت على سؤالك اللي كتبته بالكومنت مال أسألني ستة، لأنه وايد أسئلة قاعد تتشابه. يعني جزاكم الله خير، لو تقرون الأسئلة تلقون أنه يمكن أنت سؤالك أوريدي أنت سأله بفيديو ثاني وأنا مجاوب عليه وأنت ما كنت منتبه، أو أن أنا راد على واحد ثاني بالكومنتات. و الأسئلة وايد صراحة، فقاعد أحاول أشوف الأسئلة مرة ثانية المتكررة، حتى لو كنت أنا مجاوب عليها قبل أحاول أعطيك جواب مختصر،
أو أسئلة ما حد سألني إياها من قبل علشان العموم يستفيد. ومرة ثانية سامحوني على الإطالة، سامحوني على القصور. أحمد بوعريكي، اسألني 7 كومنت سيكشن، شوفوا شغلكم. اسألني 8 إن شاء الله أشوفكم هناك. فما الله الكريم.